بعد تغيير بطارية قلبها، الوالي يطالب بعدم المتاجرة بوضعية مهماه، فما القصة؟ بعد الجدل بمجرد إعلان الفنانة عائشة مهماه عن رفض استقبالها من إحدى المصحات واشتراط تقديم شيك كضمان، طالب الفنان رشيد الوالي بعدم المتاجرة بوضعيتها بعد خضوعها لعملية تغيير بطارية قلبها وتقاسم وضعها الصحي بعدما أجرت عملية تغيير بطارية قلبها بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، سيما وقد خضعت لعملية مماثلة قبل 13 سنة. وقال رجاء تطلب عدم المتاجرة بوضعيتها، فعزة نفسها تمنعها حتى من الشكوى لأقرب الناس لها. وتابع بالقول أزعجها أن مصحة قبل إدخالها للعناية طلبت مبلغا وشيكا وهو ما جرح كبرياءها، لكن تم تغيير المستشفى وهو أمر نذكر من خلاله وزير الصحة ومن يرغبون في تغيير مجموعة من التجاوزات اللا إنسانية في بلادنا، وتمنى أن يلتفت إليها لتعيش ما تبقى من حياتها في كرامة، وهو حق تستحقه حسب تعبيري بعد أن أعطت الكثير.